زميلنا هناك احمد الحسيني موجود، نتابع اخر استعدادات اللي بتتم لمؤتمر المناخ. صباح الخير عليك يا احمد، اتفضل. صباح الخير يا منى، صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير من مدينة شرم الشيخ، مدينة الجمال، المدينة الخضراء. الاستعدادات هنا على أهبها لاستقبال قمة المناخ الشهر القادم بإذن الله، وكمان هنجد أن في عدد من المشروعات اللي تم إنجازها لاستقبال هذه القمة الدولية المهمة. من بين هذه المشروعات امبارح افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مرسى يخوت خليج نعمة، وهو يعتبر من أقدم اليخوت أو من أقدم مراسي اليخوت الموجودة هنا في مدينة شرم الشيخ. طبعا هو افتتحه بعد أعمال التطوير. طبعا لو حابين نتكلم عن المرسى ده هنجد أنه هو تم إنشاؤه سنة 1984، ومؤخرا تم عليه أعمال تطوير وتحديث، وكان يمكن دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال جولته الأخيرة في مدينة شرم الشيخ تجول أيضا وتفقد هذا المرسى وأعمال التطوير. امبارح تم الانتهاء من هذه الأعمال وافتتحوا محافظ جنوب سيناء بصحبة عدد من المسؤولين وعدد أيضا من المستثمرين هنا في شرم الشيخ. وطبعا بنجد أن المرسى ده ليه أهمية زي ما صرح سيادة محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة أهمية هذا المرسى، مرسى اليخوت هنا، أنه بتعتبر أيضا سياحة ترفيهية طبعا لزوار المؤتمر. وبالطبع احنا بنتكلم عن زوار وفود هيجوا مدينة شرم الشيخ لحضور المؤتمر، بالتالي لازم تكون المدينة أيضا بتعمل لهم سياحات ترفيهية، وأيضا من هذه الأماكن زي يخت اللي تم افتتاحه امبارح مرسى خليج نعمة. المرسى ده بيضم مجموعة من الرياضات المائية زي رياضة الغوص، وطبعا عدد أيضا من اليخوت السياحية والترفيهية، وكان في إقبال كبير جدا من السياح والزوار مدينة الشيخ شرم الشيخ اللي قابلناهم بالطبع، وكانوا سعداء جدا بهذا التطوير اللي بتشهده مدينة شرم الشيخ. هنجد كمان في المرسى أنه هو مقام على أعلى مستوى، هو مكون كمان من دورين لاستقبال الوفود وأي حد هيجي يزور مدينة شرم الشيخ، وبيستقبل كمان مجموعة كبيرة من اليخوت في نفس الوقت كسياحة ترفيهية وترويجية لمدينة شرم الشيخ خلال قمة المناخ كوب 27 المقامة في نوفمبر القادم بإذن الله. من ناحية تانية كمان هنجد أن مدينة شرم الشيخ خلاص أصبحت مهيئة بالكامل لاستقبال هذه القمة، وسيادة المحافظ أكد امبارح كمان أن هتكون في زيارة مرتقبة لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الفترة القادمة لإعلان جاهزية المدينة بالكامل لاستقبال هذا المؤتمر، وإعلانها أيضا مدينة خضراء صديقة للبيئة من خلال عدد من المسطحات الخضراء أيضا ومنظومة نقل ذكي موجودة هنا في مدينة شرم الشيخ، وهي اشتغلت بالفعل وبتعمل بالمجان. كل دي استعدادات وتجهيزات تم الانتهاء منها مؤخرا، وتم العمل فيها، كان يعني العمل شغال ليل نهار طوال الفترات الماضية، تم الانتهاء منها وأصبحت بالفعل جاهزة تماما لاستقبال هذا الحدث الدولي الهام في الشهر المقبل. بصبح عليكم مرة تانية من مدينة شرم الشيخ. كل الشكر ليك زميلنا أحمد الحسيني من شرم الشيخ.